السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين المتابعين، وأهلا وسهلا بكم وضابط أوقاتكم بكل خير. وجدت قبل قليل خبر في موقع عدن الغد يقول: بعد حادثة الرئيس الإيراني ليلى عبد اللطيف ترعب الجميع بتوقعات خطيرة ستحدث في هذا التوقيت. طبعا هذا الخبر أنا لست مقتنعا به، لأنه يتعلق بتنبؤات حاجات غيبية لا يعلمها إلا الله، وأنا لا أؤمن بهذه التنبؤات والغيبيات التي تصدر من بعض الأوادم، لكن بعض الأخوة طلبوا مني أن أنزل هذا الخبر، فقلت يا الله ما دام ما بش فيه كذب وخرط شان أنزله ما بش معنى. وإلى التفاصيل، كشفت العرافة اللبنانية ليلى عبد اللطيف من خلال بث مباشر عبر قناتها على يوتيوب عن سلسلة من التنبؤات المقلقة للعام 2024، محذرة من وقوع كوارث طبيعية وأزمات إنسانية في أنحاء متفرقة من العالم. وتوقعت عبد اللطيف أن تشهد الأشهر الأولى من العام الجديد أحداثا مروعة تتضمن زلزالا عنيفا بقوة 10 درجات، موضحة أن تأثيراته ستكون مدمرة على الرغم من عدم تحديدها للدولة التي ستتأثر. في تركيا أشارت عبد اللطيف إلى احتمالية تعرض البلاد لفيضانات شديدة قد تدفع الرئيس رجب طيب أردوغان لإعلان حالة طوارئ وطنية. أما على الصعيد الأوروبي فقد تنبأت بكوارث طبيعية قاسية في عدة دول خلال نفس العام. على جانب الإنجازات، ذكرت عبد اللطيف أن السعودية قد تحقق نجاحا رياضيا كبيرا، ورشحت شخصية سعودية بارزة على الأرجح ولي العهد لنيل جائزة نوبل للسلام بفضل مبادرة سلام تستهدف السودان. ما في هذا، والله إني غلطانة، ليلى عبد اللطيف غلطانة، لأن بن شعلان هذا إنسان متخلف، لا يعرف سلام ولا يعرف إلا هو أداة من أدوات أمريكا، يحارب بإذن أمريكي، هو ذنب أمريكي إسرائيلي. المهم ما علينا، الحديث في هذا الموضوع سيدور، نكمل الخبر. وعلى الصعيد اللبناني، توقعت عبد اللطيف إغلاق المدارس وأزمات بمضار رفيق الحريري الدولي، مؤكدة أن الأمر سيتطلب تدخلا من محمد الحوت رئيس شركة طيران الشرق الأوسط لمعالجتها. وتحدثت أيضا عن عودة العديد من المهاجرين إلى لبنان ومبادرات لبناء شبكة استثمارية، مشيرة إلى تحديات قاسية محتملة مثل الأمطار والعواصف الشديدة. وفي السياق السياسي، تنبأت بالانقسامات الداخلية في لبنان وحالة السياء قد تؤدي إلى اعتكاف البادريرك الراعي، وتوقعت أيضا لقاء محتملا بين حسن نصر الله وقيادة خليجية في دولة إسلامية بارزة. هذا ما أعتقدش. مبرزة دور نصر الله كقائد مؤثر في الفترة المقبلة. أخيرا، حذرت عبد اللطيف من مستقبل العالم في مواجهة مشاكل كبيرة متعلقة بالجوع وسوء التغذية، متوقعة كوارث طبيعية تؤثر بشكل خاص على دول مثل أفغانستان وغانا والسودان، بالإضافة إلى شتاء قاس ومخاطر طبيعية غير مسبوقة قد ترفع معدلات الوفيات على مستوى العالم. وبشأن حادثة وفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، ضجت مواقع التواصل الاجتماعي عبر الوطن العربي خلال الساعات الماضية بمقطع فيديو توقعت من خلاله العرافة اللبنانية ليلى عبد اللطيف أن هناك طائرة ستشغل العالم ولن ينجو منها أحد في الأشهر الأولى من هذه السنة، وأن العالم سيبقى مع الإعلام تحت الصدمة لمعرفة ظروف وأسباب سقوط هذه الطائرة. أشكركم على حسن متابعتي والإصغاء، ولا تنسوا الإعجاب والتعليق على الفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.